عزيز خلي الهرب شوف على الهرب خلي بقول لك ايه في بقى في ابراهيم وانت تتنفس شوفوا له ساعه خلي خلي عن ايه يا حبيبي ابعدوا عنه خليه يعرف وراك بس يا حبيبي ماجد ازيك يا روحي انت دخلت ازاي اصلا المفتاح اللي معايا انت ناسي اني معايا مفتاح ولا ايه الله مالك كده اتخضيتي كانك شفتي عفريت انا بس كنت فاكره اني مش هشوفك تاني انت مظاهرات بقى ربنا يخليها لنا خلت البلد من غير ولا امن ولا حكومه ولا بوليس وسمعت كمان ان البلد هتفضل كده ست شهور على حالها يعني نعمل اللي احنا عايزينه هلا مش مشكله خير اقول لك ايه تيجي جنبي بقى تعالي وحشتيني تعالي طب بص هدخل اجيب حاجه بس بسرعه كده جوه واجي لك على طول اه طب بقول لك ايه اديني معاكي فلوس عشان انا محتاج فلوس انت عارفه ظروفي منين يا ماجد اجيب لك منين انا ما بشتغلش منين اه ما هو فاهمك انا حالي بايظ اصلا بعدين لحم التافك يعني بخيري هو في جنبي انا في محنة ماجد هنا ماجد هنا دخل بمفتاحه القديم جاي ياخد مني فلوس كعادته المخدرات لحست نافوخه وشايل معاه مسدس وبيهددني بسرعه تعالى هات لي اصحابك وتعالى دلوقتي عشان نوديه المصحه النهارده متاخرش عليا انا خايفه بسرعه مين؟ عايزة مش كده؟ كلمي عايزة انا مش قلت لك بكلموش تاني؟ حصل ولا ما حصلش؟ اصل انا اصل ايه؟ الست المحترمة الكويسة تسمع كلام جوزها تسمع كلام مين؟ جوزها حاضر حاضر عارف انا بغير عليك ها؟ بغير عليك انا هعملك حاجة تشربها نوري مش ممكن الحمد لله عزيزي يا حبيبي ازيك شربت الحمد لله ماما فوق نوري الحمد لله الحمد لله على السلامة ازيك يا حبيبي انت كويس الحمد لله الحمد لله ازيك يا نوري كويس حد عارف انك جاي على هنا؟ لا مفيش حد قول لي يا حبيبي كنت فين المدة دي كلها؟ ده البوليس جه هنا ومفتش الفيلا شقة مصر الجديدة كمان اصل انا واصحابي خدنا شقة مفروشة مش هما دول برضو اصحابك المتهمين في قضايا سرقة؟ هما ترى بقى سلموا نفسهم ولا لسه؟ وسلموا نفسهم ليه؟ عشان السرقات اللي انتوا عملتوها مش لما يبقى في شرطة الأول هيبقى فيه هترجع طب بقى لما يبقى فيه يبقى لينا كلام تاني دلوقتي لا في شرطة ولا في سجون ولا في مساجين أصلا خلاص 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 المهم ان هو كويس ووسطينا تعالى يا ماما تعالى مالك يا سوسو جايباني على ملا وشي ليه في ايه يا بت اصل رفض عرض عليا الجواز ووافق طب ما ده خبر زي الفل مالك مصدره جوز البطه ليه اصل يا اختي قلبت الموضوع في دماغي لقيت انه ما ينفعش مين ده اللي ما ينفعش ما ينفعش اتجوز راجل ما بحبوش يا زوزو ولا بقبله حتى بت انت اتهبلتي حطي رجلك على الارض انت مش عايشه في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي ولا ايه هي دي عيشه دي ده انا اتبهدلت
تعبت واتمرمطت لحد ما شبعت. يا زوزو الواحدة عاوزة مننا ايه غير راجل يكون بيحبها وتحبه؟ رأفت ده ما يعرفش الحب من أساسه. انتي بتخلعي من رأفت عشان المز لقاي؟ وربنا أبدا، ده حتى مش عاوز يكتب عليا رسم. يا زوزو انتي عارفة ان رأفت ده ابن كار زينا، يعني سكر وسهر ونوم طول النهار، حتى الفلوس مش نظيفة. وانا بقى يا بنت عاوزة انضف. خلاص يا أختي، بلا رأفت وويلكم لقاي، أنا بقى هاخد رأفت لفتين، أصل السوق مضروب اليومين دول، وأنا لازم أساهم في التنمية البشرية على أساس الاقتصاد يعني. خد يا حبيبي. فاهم ولا مش فاهم؟ حبيبي ده أنت هفتان كل. شاهد. قولي بقى يا لؤي، ناوي تعمل إيه في الفترة اللي جاية؟ في إيه يعني مش فاهم؟ في حياتك طبعًا. والله يا شروط، البلد دي ما بقتش أمان. فكر أسافر. ومش معقول أفضل طول عمري هربان يعني. وهجيب فلوس السفر منين؟ هو مش انت دلوقتي في مام بابا؟ يبقى المفروض ان انت اللي تساعدني. والراجل اللي في مام بابا ليه وجهه نظر في تخطيطك لحياتك. يا ريت نسمعها. تسلم نفسك وتواجه تبعات الاخطاء اللي انت عملتها. قول كده بقى، قول انك عايز تسلمني وتخلص مني. لا 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 فؤاد ما قصدش. لا يقصد يا ماما. لا ما قصدش. لا قصد. ما قصدش يا لؤي. لا فاهم. انا اللي محتاج لك ضرب، محتاج لي فلوسك. طيب طيب ليه كده يا فؤاد؟ ليه كده؟ بصلي فيها ليه؟ جيبي لي الكوباية. لا يا حبيبي، انا كنت محضرها لك انت. انت بتسمعي حد؟ انا لا. طب شوفي مين على الباب. يلا يلا ما تقلقش ما تقلقش يا ابني، فؤاد بيحبك. بيحبني؟ بيحبني يقول لي روح سلم نفسك؟ امال لو بيكرهني كان قال ايه؟ ها؟ ده رأيك قانوني، بس هو من جوه بيحبك. الله، هو سايبك تقعد في بيته ليه؟ ها؟ ايه تفسيرك لده؟ بقولك يا ماما، سيبك انت من الكلام ده، انا لازم اسافر، ما ينفعش اقعد في البلد دي. اسمعيني، انا لازم اروح لندن لبابا. سافر وتسيب ماما؟ بعدين انت ممكن تسافر؟ الله، ايوه ما تقلقيش، انا هسلك، بس الموضوع كله في الفلوس. كان حكاية فلوس، انا هساعدك. تكلمي بجد؟ حبيبتي يا ماما، ربنا يخليك ليا. طيب انا محتاج 100,000 دولار بس. ايه؟ ليه كل ده؟ ايه يا ماما في ايه؟ انت محسن انك متجوز واحد فقير يعني؟ ده على قلبه قد كده. وبعدين انت ما رضيتيش ان انا اروح اتغرب في بلد غريبه وابدا حياتي وانا ما معيش فلوس. ماما ارجوك اقفي جنبي وساعديني. لؤي بقول لك ايه؟ انا هساعدك باللي اقدر عليه وبس. طبعا يا مدام، ودي حاجة تتنسي. انت عارفة اغنيتك انا كده مش هتغير واللي مش عاجبه يطق، انا بنام عليها كل يوم. انا جايبالك جوزي الجديد للأسف، ادمن بودرة هو كمان. انت بتغيرهم كل اسبوعين ولا ايه يا مدام؟ بقولك ايه يا دكتور، قصر وخلص اجراءاتك، وانا جبتلك نفس المبلغ اللي طلبته المرة اللي فاتت. لا بقولك ايه يا مدام، اسمحيلي اطول في النقطة دي. الحقيقة الأسعار بعد الثورة زادت الدبل، مفيش حاجة بتخش جيب زي ما أنت هرشة.
الحكايه كلها ان احنا بنجمع شويه فلوس لمركز ابحاث المستشفى قبل ما المرحله الانتقاليه تخلص. يا سلام، بس ده اسمه ابتزاز. ابتزاز كلمه جميله رائعه، بسمعها كتير اليومين دول، بس الحقيقه انا بحب اشوفها. لو مش عاجبك هتجيب الاعشاب، في وصفه عند عرعر ممتازه انا شخصيا بستخدمها. عند عرعر؟ خلاص هكتب لك شيك بالمبلغ. شيك اصرفه منين اليومين دول يا مدام؟ معيش فلوس تقضي. خلاص خلاص هبعت لك حد بالمبلغ. اوعى اوعى اوعى. ايه ده؟ انا هنا؟ جبتيني هنا؟ جبتيني هنا يا ياسمين؟ حرام عليك! اوعى اوعى يا ياسمين! مرحبا بك في عالم سمسم والساحرة المستديرة حيث ينساك كل البشر. الريحة دي، الريحة دي انها رائحتي وانا فريح بها. ستعيش في خندق كالحنتريش المحلق في قفص من قصب السكر. بيت زبون ياسمينة جابتك هنا زي بيت زبون. فنعيش انا وانت طول حياتنا مع بعض في الاوضه دي، بس ما تقلقش بسرعة تجيب لنا زباين تاني مغفلين زي حالاتنا. ونبقى مجموعة مغفلين مع بعض ونقعد نغني يا حلوة يا بلحة يا مغفلة. عايز اخرج يا ولد الكلب، يا ولد الكلب افتحوني افتحوني يا ولد الكلب افتحوني. صرف معايا زي ما انت عايز براحتك، انا اول ما جيت برضه حتى صدق وعيط لحد ما وصلت اللجنة الشعبية ده معلم، خلينا تعرفنا على بعضينا. والله يا معلم عندك حق يا شعلاه، أهم حاجة عايزين نفتح عينينا، البلد كلها حرامية وقلق وإحنا رجالة المنطقة. افتح لي بقى السكة. افتح يا ابني السكة يا ابني. حرام يا لؤي، انت بتسرق. انا
انت فاهم غلط يا شعلان. دي الحاجات دي انا كنت جايبها من عند واحد صاحبي عشان نبيعها. انت عارف الظروف دي ماشيه ازاي؟ انت عارف اليومين دول مش هلفتها مع الكل. صدقني يا ابني انا مش حرامي، صدقني. يبقى انت اللي سرقت فيلتنا. فيلتي يا ابني، انت مجنون؟ وسرقت فيلتكم بعد ما بعتوها، وكمان سرقت اللوحه من المتحف. بص قد ايه كمان ده اثاره، وكمان دي حاجات انا كنت نازل ابيعها، دي حاجات بتاعتنا. لا حاجات انت حرامي، انت حرامي. صدقني يا شعلان انا مش حرامي، انا صاحبك يا جدع. انت عبيط ولا ايه؟ ما تصدقش الكلام دوت. اوعى تسلمني، ابوس ايدك عشان خاطري. حديك مشيني مشيني. خربني يلا شعلان، خربني يا شعلان. لا يا حبيبي. بص يا كابتن هقول لك حاجه. لا يا حبيبي. طب استنى هقول لك حاجه، بس سيب ايدك، سيب ايدك بس افهمك حاجه. سيب ايدك يلا. اقف يلا، ما تسمعش كلامه يا شعلان. انا عمري ما هربك، عشان انا عمري ما كان ليا صاحب حرامي. هتسجل يا شعلان. يا شعلان امشي قدامي. امشي قدامي بقول لك. هتحبس يلا. تتحبس ولا تغور في 60 داهيه. السلام عليكم. سلام عليكم. احنا لجنه شعبيه في مدينه الشيخ زايد، ومعانا واحد حرامي لنبي ينط من فوق سور فيلا اصحابها مش موجودين فيها، وكمان متهم بسرقات تانية كتيره. لا وبيدوروا عليه. لا والله يا باشا، والله يا باشا الكلام ده مش حقيقي. الحاجات دي على فكره بتاعتنا احنا، يعني انا اصلا واخدها من البيت عندنا، وانا كنت نازل علشان خاطر ابيعها، وده صاحبي بس مش عارف مش فاهمني ليه. ده كذاب يا باشا، انا ماسكه في ايدي انا والشباب اللي معايا دي، هو بينط من فوق سور الفيلا. قلنا انت واحد بس يفضل معايا يقول لي على اللي حصل. القبض على احد افراد عصابه التسع ملي. جهاز الشرطه العسكريه القى القبض على احد افراد العصابه. المتهم يعترف ويقول بان اثنان من معاونيه قد قتلوا. فتحي اجهز برجاله القوه اللي عندك، عندنا مأموريه مهمه جدا. ايه اللي جابك هنا عند النائب العام؟ يعني مش عارف، ما هو اللي جابني هو اللي جابك. عايز اشوف فولاد اللذينه اللي نهبوا خير البلد واكلوا حقها وهم داخلين يتحقق معاهم. بس انا مش ماشي من هنا لما ترجع لنا حقوقنا بالكامل. تفتكر هترجع؟ اكيد طبعا يا رب. اهو خرج اهو بسلامته، شاكر بيه. حسبي الله ونعم الوكيل، عقبال الباقيين ان شاء الله. انا ازاي طوعتك على اللي احنا عملناه ده؟ دي جريمه. احنا حكمنا على انسان بالسجن طول حياته. ما هو كان يستاهل. انت ما شفتش كان بيعملني ازاي؟ لا ما شفتش. ما شفتش ليه يعني؟ ده انت عارف بنفسك ان كل شويه كان بيطلب مني فلوس، وبعدين كل شويه بيهددني بالمسدس وانت شايفه بعينك. المسدس بقى معايا انا دلوقتي يا ياسمين. حبيب قلبي يا حنين. وكان مع ماجد، واكيد كان مع زكريا قبل منه. المشكله مش فيهم يا ياسمين، المشكله فيك انت. انت اللي وصلتيهم لكده. انا اللي وصلتهم لكده، انا اللي خليتهم يدمنوا. ده انا كنت بساعدهم. كفايه كدب بقى، كفايه انا اتخنقت. مش هقدر اكمل حياتي مع واحده حاسه ان مستقبلها بيضيع وانا معاها. انا مش عارف ازاي قبلت ان انا اتجوز عنيف، وزي الاهبل اقتنعت ان مفيش حاجه اسمها شهور عده. بس انا الغلطان، كان لازم اتاكد. انا مخنوق، حاسس ان ربنا زعلان مني قوي. عارفه ليه؟ عشان عشت معاكي كلها حرام في حرام. حرام؟ ليه يا حياتي؟ هو انت لما كنت مبسوط وكان على قلبك زي العسل ما كانش حرام يا سكر؟ ايوه حرام، حرام ولازم انيع. بقول لك ايه، بس بس بس، ورقتينك قطعهم على جزمتي. اتفضل اطلع بره، غور من هنا، غور يلا، مش هشوف وشك. ناقصك كل شويه حد يجي يعمل لي حكايه. يلا في داهيه. ولا زكريا ولا ما. انا عايز افهم، هم السجن اللي احنا فيه ده ما فيهوش ممكن انا اهرب منها مخرج؟ في ابو سيدة كل فين؟ الريسبشن بيبقى فيه شباك مفتوح بيطلع الجنينة ومنه على السور. يعني عشان نروح له برضه لازم نخرج من ام الباب ده، مش كده؟ الباب ده ما بيفتحش غير 4 مرات وبس، للاكل والكشف. انا عايز افهم، يعني انت كل المده دي يعني انا ما حاولتش تهرب؟
اهرب. شبراوي التمرجي ممكن ياكل ذراعك او فرده من ودانك لو حاولت تهرب. هو مين يا مش كان لازم اجيب شاشته. ولا ايه عايز تهرب من هنا؟ ايوه. طب ركز بقى ركز معايا خليك في ضهري. ها مش على السكه اللي همشيها. مش على السكه يا مدفع زفت انت وهو. بقول لك يا غالي بس عايز يا زفت في حاجه في السرير. يا الله يا الله شبراوي 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 يا ولد يا شبراوي هو عليك يا شبراوي شبراوي يا حلوة حليب قلبي عمرك ما تخيلتي طبعا ان احنا الاثنين نيجي مع بعض بعد بعض. عايزين مني ايه؟ عايزين نشكرك انك ساعدتينا نتعالج من الادمان يا حلوة. اوعى تسيبني انت وهو هصوت عليك على كل الناس. صوتي صوتي يا اختي ما واخدين على صوتك حقك وحقي كمان ان انا اخد حقي منك. انت لازم تموت يا ياسمين. يا اختي والله هو هو اللي دخلك المسرح مجد هو اللي دخلك. انساك مش وعدتك اني هرجعلك تاني يا ياسمين. هو اللي دخلك وصير الحقيقة. هو اللي دخلك المسرح. كل حاجة سبتها زي ما هي أصيلة أصيلة. أنا بحبك أنت عارف أنت ما شربت من نفس الكاس اللي شربته قلنا شمي 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 ياسمين بقت شمامة. يخرب بيتك انت عاملة منها. بس تفتكر بقت بيسة مدمنة يعني ولا قطع خدها واحدة شلموها خلص؟ مش محتاجة الضرب اللي ضربناه لها يساوي اللي عملته فينا 20 مرة كفاية كده. عندك حق يا صاحبي. صح صح. طيب يلا استنى. اسف اسف اللي عملته فيك. انت لسه اخضر مش فاهم حاجه. وقالوها زي ما تعمل هيتعمل فيك. متزعلش. سامحني. عشت عشت. تروح على فين؟ أنا؟ رايح أجيب الدب من ديلو بس على الله يكله. أنا مش فاهم حاجة يا دجاجة. خلي بالك على نفسك. فوق فوق زي ما هم غلط احنا كمان غلط. فوق 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 لنفسك. ها خلي بالك على نفسك. اثبت مكانك. يلا اثبت مكانك. انا جاي. سكو جاي جاي. لؤي ازيك يا لؤي؟ الله عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ سرقيني يا سوسو. انا اسرقك؟ هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟
انا خفت على الفلوس منك، قلت اشيلهم لك. ومسيرك ان شاء الله تطلع، هتلاقيهم في الحفظ والصون. اطلع مش باين لها، القضيه لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي، انا غيرت من حياتي كلها عشانك. حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش، حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك، عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي؟ انت تاني هيحصل، هيحصل يا سوسو. يلا بيه، بس العيد انت. يلا يا عم. هتخرج ان شاء الله. هستناك، هستناك يا لؤي، هستناك. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، يتشرف الماثل أمامكم بالدفاع عن هؤلاء المتهمين، وألتمس الحكم ببراءتهم. نعم، وإسقاط التهم المنسوبة إليه. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، قبل أن نغوص في أعماق القضية علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا هاما. نعم يا سيدي، من المذنب ومن الضحية؟ هل هؤلاء الشباب هم المذنبون أم هي قوة أكبر منهم؟ علينا يا سيدي أن نسأل أنفسنا عن الدوافع التي دفعت بهؤلاء الشباب لارتكاب مثل هذه الخطيئة. إنهم يا سيدي جزء من هذا المجتمع، إنهم يا سيدي من نسيج المجتمع. نعم هم أخطأوا، أخطأوا، ولكن من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إنهم أبناؤنا وأصدقاء أبنائنا، ولكنهم أخطأوا وضلوا الطريق، وذلك لأنهم لم يجدوا من يرشدهم إلى الطريق الصحيح فأخطأوا يا سيدي. نعم أخطأوا. سيد الرئيس، هؤلاء الشباب هم ضحية مجتمع عانى سنين الكبت. نعم سنين الكبت، إن هؤلاء الشباب ضحية مجتمع انقلبت فيه الأوضاع رأسا على عقب، فأصبح عليها سافلها وسافلها عليها. هم ضحية مجتمع تزوجت منه السلطة برأس المال. فأين هؤلاء الشباب يا سيدي من اللصوص الحقيقيين؟ سيدي الرئيس، هؤلاء الشباب أخطأوا، أخطأوا يا سيدي لأنهم اختاروا الحل السهل. تصوروا أن بهذا الحل يمكنهم أن يحصلوا على أسباب المعيشة، لكن هناك المئات بل الآلاف يا سيدي من اللصوص الذين هاجموا المصانع والمحلات، استحلوا لأنفسهم ما نهبوه متصورين أنه حق مكتسب. سيدي الرئيس، المتهم الحقيقي في هذه القضية هو من قام بسلب ونهب أموال هذا الشعب. علينا يا سيدي أن نحاسب اللصوص الحقيقيين، يجب أن يدخلوا السجن. الشعب يا سيدي يريد محاسبة اللصوص الحقيقيين، الشعب يا سيدي يريد العدالة الاجتماعية. وبعد كل هذا ألتمس الدفاع براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وشكرا. الحكم بعد إن شاء الله. سامحيني يما، سامحيني يما، حياتي نطشه معايا، اهوان عليا اموت ولا اني لحظه اشوف في عينيكي دمعايا. معرفش ليه
وكأني طعم الحياة. يمه يمه ده مش حقيقي، سامحيني. بعد الاطلاع على الاوراق وما تم من تحقيقات في الجنايات الواردة برقم 45 جنايات الهرم، وبعد الاطلاع يتم محاسبة كل من لؤي محسن محمد وماجد عبد العليم حسن وطلعت مرسي السيد بالسجن 5 سنوات. رفعت الجزمة. العدل فين يا محكمة؟ معلش على الأرض ولا في السماء؟